السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم باش نعملوا ردة فعل على الفري فاير. وعيد واكرر ردة فعل، ما تقولوا ليش ندير شنو، يرحم بوكم يعيشكم، راني نحبكم الناس الكل. اوكي شباب، لا طول عليكم المقدمة، لا تنسوا اللايك والاشتراك. فما تحديث الهالوين جديد، تسريب مواضيع قادمة من الموسم القادم. قبل ان نبدا بداية الفيديو، اريد ان اقدم تحية لكم الناس الكل. شكرا على دعمكم الخرافي، والله العظيم والله العظيم كل ما تشكر لا تكفي. شكرا شكرا شكرا. يلا نبدا الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك. بعد المقدمة يلا جيب واحدة يا مدير. Run. قال لك فما تسريب 8 اكتوبر نتاع نسخه المطورين، انه تنزل في 8 اكتوبر. ما عادش صارت مشكله ولا شنو، على حسب ما قاعد نشوفه. فما تصويره مره خرافيه، كان يطلع هذا السكين بالحق اسطوري صراحه. يعني على حسب ما قاعد تسمعوني، فما شخصيه جديده باش طابت في الموسم القادم. مش يجربوها على خاطر كما قال في الفيديو، انه الشخص انه الوضع مطورين ما يجبوش يجربوا الشخصيه، اما سمعوا عليها المعلومات الكافيه انه باش يجمو يتحدثوا. ونروا تو نزيدوا نروا نسمعوا واش باش يقول. اوكي تو باش يحكي على شخصيه جديده اللي هي اسمها تشاني. حاليا طلعت باسم تشاني، قدرتها مثل ما توقعنا كمان تصليح الدرع راح تكون فيك تصلح درعك كل ما تجيب كيل. شيء خرافي. يعني الشخصيه الجديده اسمها شاني، الابيليتي الحاجه اللي تجي تعملها الشخصيه هذه، انه الدرع نتاعك على كل ما تقتل واحد يتصلح الدرع نتاعك، فهمتوني؟ كما هذيك الكرتابله اللي زادوها جديده اللي كيما تراو فيها في التصويره تو، الشخصيه هذه تصلح الدرع، الدرع نتاعك تصلحه في كل ما تقتل عبد. توصل حتى كما نقول مكتوبين هوني شاني از انجر هو ورك ات ذا جانك يارد ريستور 10 armor durability after every kill extra durability can you upgrade them your. معناها يوصل للارمور ليفل 3. معناها تخيل انت ضابط ضابط على كما نقولوا احنا ارمور، يعني درع ليفل 2 ولا هيك، يا ضابط على ليفل 3 شو يولي معناها؟ يا قد ليفل 3 زعما ولا شو يتصلحوا برا؟ واضح ومجرد سؤال، واحد ديما لازم يسال. يعني شو راح يزيد؟ راح يزيد عندك المتاني اللي راح تصلحها هاي شخصية من الدرع. أول شي بتكون يعني مثلا ضعيفة، بعدين بتصير بليفل أخير بتصلح لك 20 من متانة الدرع كل ما بتجيب كيل. فالشخصية خرافة، بتكون في الليفل الأول تزيد 10 من متانة الدرع، حتى تصير في الليفل الأخير تزيد 20 من متانة الدرع. فهمتك؟ يعني معناها تصير ديما 20 بال 20 حتى في آخر الليفل الأخير تولي 20. واضح بس مكاتبين كمان بالليفل الدرع، يعني إذا كنت يعني راح تتفيها ونجربها بس ينزل التحديث. ثاني شيء معنا بهذا التحديث هو تعديل على سلاح الكروسبو او سلاح اللي بيطلق الاسهم. هذا السلاح صار فيك تحمله بدال البيستول مكان البيستول او المسدسات، يعني راح يكون بين الاسلحه الاساسيه. وبعد ما تحمله مكان البيستول كمان صار فيه له تقويه زياده عن هذا الشيء، انه راح اي سمح الاسهم اللي تقذفها من السلاح. على حسب ما قال انه الكروسبو ما عادش باش يولي يتهز في الاسلحه لنا اللي كما قاعدين نشوفوا، باش يولي يتهز في بلاصه البيستول، فهمتوني؟ او كريتو ديجا هو هزز بي 90 وهزز شوتجان وهزز كروسبو، معناها تولي كيما البيستول، فهمني؟ كيما بيستول الدم وشوتجان صغير، وحاجه مره اسطوريه صراحه. انا يعطيهم الصحه في هذا التحديث. وحتى البيستول قال لك باش يزيدوا له في يقويوه. قريب على العدو راح دمجه تقريبا 60، وراح يتدمج كمان بسهم هذا الكروسبو، فراح يكون سلاح اسطوري بعد هذا التحديث. لازم تحمله وتجربه لانه شيء اسطوري. يعني طبعا مش نجربوه، يكون حاطط الثلج فيك تضرب جانب الثلج راح يتدمج ويتدمج بالسم كمان، فحتى السم بيوتر العدو، فراح يكون السلاح اسطوري من بعد التحديث. اوه يا عمي، كهربائية دايمة هذه باش تصير تقوي الكروسبو. هذه الشاحن الحلزوني. وات ذا هول ذات شي شاحن حلزوني. شاحن حلزوني 5 والام 60، هاي الادوات راح تكون خاصة بهدول الاسلحة. فالادوات هذه كهرباء نتاع ام بي 5 وهذايا نتاع الام 60. فهمتك، راح تكون بتسرع هذا السلاح. ايوه يمكن المعزز الكهربائي رفع معدل اطلاق النار. مش يوليو اكسسوارات يعاونوك في حاجه.
هذه اللي ريتها في الكول اوف ديوتي صراحه. الكول اوف ديوتي تزيد حاجه باش تزيد لاكوريسي، تزيد حاجه باش تزيد، معناها تخيل انت عندك ام بي 5 ريت اوف فاير دوبل، تزيد هذه تزيد هذه الكهربائيه الداعمه تولي سي بون، نار نار نار. سلاح تقريبا مثل سلاح ام بي 40، وهذا الشاحن الحلزوني شو يعمل؟ تعديل على هذا السلاح راح يكون في مثلا كاتم دائما على هذا السلاح بدون هولي شيت. شفتوها؟ عاود 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 خدم عاود، شوفوا شوفوا الريد اوف فاير كيفاش راح يكون في مثلا على بعضه يا مدير. لا والله اسطوره بيه البيستول تنجم زادها كيشف مكانك على الخريطه وقت اللي تطلع. هذه الميني تاست هذه صارت فيها ديجا بط ولا بعد اللي كمان عاش بين حاوه. هذا كيفاش يضرب ومن بعد اللي كي زاده ارك شو اللي يضرب ريتوها به. يزيد الشاحن الحلزوني من اضرار ودقه، يزيد في الاكوريسي عرفت الدقه نتاع الضربه، ويزيد في الاضرار خرافيه كمان من بعد التحديث. وراح تعرضها لك على الشاشه فيديو لتشوف هاي الادوات. هاي اي الشاحن الحلزوني ماذا بينا راك ايش يصير به بهذا الشاحن. لا سي بون ماش يضيع يولي بالحق لابس التيني يولي ماش يضيع. وو 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 اسطوره اسطوره وحش وحش. لا والله صراحة كان مش يزيدوها هذه بزيانة الفازة في البداية هذيك مش يزيدوها بالحق. الاعدادات قسم ال HUD محل ما بتشوف الازرار يعني موجودة باللعبة. سو هيك تعدل عليها فلاقيت زر جديد ما بعرف شو مهمته، يعني هو زر بجانب الرقصات، لكن دخلت اكثر من جيم جربت اكثر من شغله ما لقيت هذا الزر باللعبه، فما بنعرف شو مهمته لحد الان. اكتبوا لنا توقعاتكم. والله توقعاتي انا يمكن بالحق يمكن زعما كي تقتل شكون يعاود له الريبلاي زعما، اما ما تجيش معناها صراحه الاعاده نتاع القتله ما تجيش يوسط خاطر هو في اللوجو ريتا هوني اللوجو نتاع بلاي معناها كيما في كيما تشوف هوني في اليوتيوب ريتوها اللوجو هو بيدو ريتوها. اما شنيا زعما اش تعمل بالحق؟ يمكن باش تخرج شخصية جديدة مناش تعمل الله ورسوله أعلم. يعني ما بعرف اكتبوا لنا انتم رأيكم بالتعليقات. ما عندي أي بالمدى القريب يعني راح يكون قوي كثير، لكن اللي بيميزه انه فيك حتى على المدى البعيد تتمش بشكل خرافي. وهلا بنعرض أماكن على الشاشة. تتمش بشكل خرافي. هذا سلاح جديدة؟ وهلا بنعرض أماكن على الشاشة. ولا شوت جان صغير؟ هذا السلاح وراح يكون بيحتوي هذا السلاح على طلقتين. ما فيك تزيد عليه اي من ملحقات الاسلحه، ما فيك تحط عليه اي شيء. قال لك سلاح جديد هذا يجب تضرب من البعيد والدمج بتاعه حتى من الرانج معناها من البعيد من مسافه بعيده تنجم تضرب. سادي بون تقريبا اسكو الشوتجان الصغير القديم ولا عملوا له تعديل ولا الله ورسوله اعلم. على حسب ما نشوف انا شوتجان عادي كيما قاعدين تشوفوا هوني كان جا الشوتجان الصغير راه يجي في البيستول فهمتوني؟ الشوتجان هذا الله ورسوله اعلم فيه طلقتين الله رسول الله ماسك باش يعملوا فيه سكينات ولا اما فيه طلقتين فهمتوني ولكن غادي نشوفوا فيه. ولا محمد رسول الله دمج نتاعو باهي وتو نزيدو نشوفوا قداش من قريب يضرب. لا مخزن ولا سكوب او شيء. قالك شو تقال هذه ما تنجم تعمل له لا تنجم تركب له لا محمد رسول الله تنجم تركب له شارجر لا تنجم تركب له حاتين تنجم جوست معناها كيما هو فهمتني واضح. ارجع ارجع الطخة ها باش يجربو تو شوفو شوفو تفرجو طف 36 معناها 36 هيد شوت من البعيد واضح من القريب ترى من القريب وو وو من سنة سنة نقولكم قداش دمج توتال من القريب 34 و5 و12 و5 معناتها تنجم تقول ما بين الاربع تنجم تقول 100 واش في الضربتين الضربتين اللي ضربهم 100 واش ديجا طيح هو معناها سا دي بون الله رسول اعلم اذا كان دمه ناقص من الاول ولا ضربتين ما ماتش ضربتين اخرين معناها اربع ضربات تقتل شكون معناها وحتى سرعه القذف نتاعو معناها اسطوريه فهمني معناها تقريبا اربع طلقات تقتل عبد وإذا كان من القريب تعرف كيفاش تضرب في الهيد شوت طلقتين تنجم تقتل عبد مزيان هلا باش يسمعنا الموسيقى نتاع الهالوين مش تبدل في الفري فاير
سكنات يا شباب. اوه يا عمي شوف سكنات، شوف سكنات اللي مش تنزل. اوه يا عمي السكنات الخاصة بموسم الهالوين. قلتلكم شيء. فيني أعطيه تقييم أقل من 10 من 10 إنه سكنات. لا صراحة أنت أعطيت تقييم 10 من 10 صديقي، أنا التقييم مش نعطي على روحي، وكل واحد يعطي التقييم على روحه. سكن هذية نعطيه 10 من 10، سكن هذية نعطيه صراحة نعطيه 9 من 10. على خاطر شنو ال علاش 9 من 10؟ تحس السكن هذية عادي معناها به. سكن هذية صراحة نعطيه 8 من 10. سكن هذايا نعطيه 5 من 10 خاطر مدري كيف مندرو ما عجبنيش. وسكن هذايا نعطيه 10 من 10 زيادة خاطر تحسه سكين جديد، لبسة جديدة، موضوع جديد. الله ورسوله أعلم إذ هذه العصا اللي قاعدة طايرة بها تستخدمها ولا ولا يمكن يمكن فما تسريب يا شباب. شوفوا شوفوا السلاح هذا اللي مستين هذا يا شباب، شفتوا اللي مستين هذا؟ هذاك مش يهبط ديجا. كان تتذكروش في التصويرة نتاع الكراد والبرق وواحد في التصويرة نتاع اللودينج هبطوا حوايج من قبل ما يجيو، فهمتوني؟ كيما غادي نشوفوا هذه يمكن مش تكون ام 60. ناكد لك ناكد لك 1000% انه مش يهبطوا السكن هذايا جديد. لا واحد رسول الله والسكن هذا اللي شادو والسكن هذا، فهمتوني؟ والعصا هذه الله ورسوله اعلم شنو هي هذه، هذه الله ورسوله اعلم. يمكن الله ورسوله اعلم يمكن تكون سكين نتاع عصا اللي تضرب بها، فهمتني؟ الله ورسوله اعلم. يلا نكملوا الفيديو. شنو راه تو الدروب مع بعضنا شباب؟ دروب جديده هي اللي هي هذيا كما قاعدين تشوفوا. نعملوا بوز تشوفوا نياك المقبره جناحين نتاع الله ورسوله اعلم دراكولا ولا حاجه كيما هذيا. بامبكن هذيا رمز من رموز الهالوين. والدروب باش تكون كيما هكا تو نزيد نرى اسكو في الفيديو باش يدور يمين يسار يمين يسار ونرى كيفاش باش يولي. زينه الهالوين اللي راح تكون على الاشجار بالاضافه لتغيير على شكل الدروب. اي معناها صراحه كابت دروب تعيط. انا دروب هلو اي اي السلام عليكم. السلام عليكم انا دروب بصفه غريبه على حسب ما قاعد نشوف. الزينه نتاع الهالوين هذيك ديجا شفتها انا قبل، اما زادوا عملوا زينه اخرى او كما قاعدين نشوفوا كمان مناسب. مش يعملوا تغيير في الجزيره؟ شوفوا مواضنا الناس الكل كيفاش تغيير في الجزيرة كشجولي. موسيقى تبدلت اسمه مواضنا. هما المربعات هذو مناش الله رسوله على مشنوم المربعات هذو اللي قاعدين ينكزوا. عملوا تغيير لك البونسر اللي نقزوا عليها رجعوها عادية هكا ماتش وحدك وحدك وحدك. هذه شنية الله رسول الله عليها شنية هذه. في عندنا هلا استعراض للرقصات اللي راح تجي معنا بالتحديث واذا في عندنا رقصات جدد يا شباب. فما رقصات جدد فما رقصات جدد باش ينزلوا. هذه الرقصة الأولى. اوه عودة 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 سيلفي. اسطوريه هذه. اي اي بابا اي هرب بابا هرب 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 يا ولدي هرب هرب. اي بابا اوه عود عود عود. شنو هذه؟ في كمان عندنا شيء جديد بالجيم بلاي واللي هو قنبله التمويه اللي ما حسيتها تغير شيء بالجيم بلاي ابدا. يعني ما حسيتها قنبله التمويه غير على البوتات او النوبات للفايتنج جديد على اللعبه ما بفهموا شيء. فهي القنبله شو راح تساعدك انه مثلا كان هاجم عليك سكواد او هاجم عليك واحد تزيد هاي القنبله وتهرب. فلما بيجي هذا الشخص راح يشوف هاي التمثال يعني شكله مثل شكل البوت يعني ابدا. لا 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 هذه غلطه في اللعبه صراحه. انا مش اعطي رايي. هما حقوا القنبله نتاع التمويه يحطوها كيما السكين نتاع السيد اللي يلعب فيه، فهمتوني؟ تكون بالحق حقانيه اكثر. خاطر تبدا سكين مثال تقريبا الجوكر ولا الكريمينال ولا الشيطان ولا اي سكين اخر
باش تعمل سكين ومثلا العدو يشوفك بسكين وانت باش تعبط له بسكين اخر تعبط له بوت يقول لك هذا شكون فهمني. يمكن ساعات سبحان الله يغلط كي تبدا تلعب انت وسكوادك يقول لك هذا زعما برامو يمكن مع واحد جديد فهمت. الله رسول العالم انا هذه ردت هذه معناها راي وعطيته فهمني. وتو نزيدو نشوفو بالك شي تهبط كيما قلت انا بالسكينات نتاعها معناها لما بدك تحط يعني لهي القنبله راح يكون في شيء حلو انه مثلا كان لاحق واحد لابس فاير باس اول يشوف فاير باس اول ممكن تخدعه هالشغله. لكن هون سمعتوش قال ولا ليه سمعتوش قال اي ها 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 اسمع 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 ايش قال اسمع انه مثلا كان لاحق واحد لابس فاير باس اول يشوف فاير باس اول ممكن تخدعه هالشغله. لكن هون لابس سكين بوت وانت كنت فاير باس اول مثلا نو وين الخدعه بالموضوع. سمعت ولا كلام جلد جلد كلام صحيح ورا المشكله اكيد معناها كلام كلوجيك معناها نقول في اللوجيك ولا قبل نعرض امامك على الشاشه تجربه لهي القنبله اكتبوا لنا رايكم بالتعليق الخاص فيه. قنبله جديده ترى كيفاش هي في عندنا كمان بعض التغييرات على اللوبي في عندنا مثلا قائمه تغيير تغير شكلها بالاضافه للخلفيه اللي بتكون بالشاشه الرئيسيه. فهلا قررنا نكون على الشاشه باهيه مزيانه. كمان في عندنا تسريبات من ملفات اللعبه عن الحيوان الاليف الجديد اللي راح يجي معنا بالتحديث. ناشق ثيوبه مهبول لثيوبه ومزيان الثيب هذا تشوفوا هلا على الشاشه كمان سكناته وشكل هذا الحيوان الاليف بالاضافه انه راح يكون في عندنا الرمز الخاص بقدرته. ما في عندنا معلومات دقيقه شو ممكن تكون قدرته. دقيقه هذه تقريبا يمكن يزيدك في الهيل ولا يسرع لك في الهيل. اما حسب في التسريب انا نشوف انا مش ناتي هيك معناها من رايي هذه نتاع اليت باس وهذه زادة متاع إليت باس. هذه الإليت باس متاع تتذكروها كالشطحة متاع القرصانة واضحة معناها مأكد لك 1000% متاع القرصانة هذه. وهذه زادة هذه لا مش متاع القرصانة هذه إليت باس وقت أخرى. هذه ماسك الأول وهذا الماسك تحسه متاع قراصنة تحسه هكا عنده ولا يمكن هذا الله رسول العالم. تو نزيدو نكتشفو نراش مش يقول كات ورمز لزيادة هي مات كات ممكن تكون قدرته مثلا انه تزيد او تاخذ مات كات كلمة مثلا ما بتجيب كل او كل فترة بالجيم ما بعرف انا ما عندي فكره عن الموضوع اكتبوا لنا اراءكم بالتعليق. لا ما فهم الباندا يعطي اتش بي معناها تسريب في عندنا موسمه الفاير باس الخاصه بالموسم 18-19 اللي راح يكون سمعت ولا هذا يكون تاع سزمو خاص بالقراصنه يعني حسب شكل الوسام والاخر هالوين الموسم الخامس مش عاد هو قراصنه واخد ما بعرف كيف عم يعيدوا الفكره. ان شاء الله تكون السكنات احلى من الموسم الخامس يمين يا ربي وما لنا زعلانين. بالاضافه انه مثل ما شفتوا قبل بشوي حكينا عن الرقصات وكتبت لكم عن الرقصه انه راح يكون في عندنا هاي الرقصه بالمواسم القادمه بالفير باس. فهي الرقصه راح تكون غالبا بالموسم الخاص بالقراصنه طالما هذيك الرقصه خاصه بعالم القراصنه اكيد يعني هذا شيء مفروغ منه. كمان عندنا من ضمن التسريبات شكل بطاقات الحاضنه اللي راح تجي معنا بعد التحديث ومن خلال هاي البطاقات ما استنتجت اي شيء عن شكل السكنات انه كيف ممكن تكون. اكتبوا لنا اراءكم بالتعليقات اذا خطر على بالكم كيف ممكن تكون السكنات عن طريق بس شكل. والله انا نقول انه السكنات مش يكونوا خرافيين صراحه نتاع القراصنه والسكنات نتاع الذيب معناها بالرسمي ما شاء الله. كان في عندنا تسريب من داخل ملفات اللعبه شو هذا قدره الشخصيه الجديده راح تكون معنا بالتحديث لكن لحد الان ما بنعرف اسمها او معلومات عن قدرتها. في بس رمز القدرة الخاصة فيها حسب المسرب انه هاي الشخصية راح تكون رجل يعني. اكتبوا لنا اراءكم بالتعليقات شو بتستنتجوا من هذا الرمز شو ممكن تكون قدرته اذا هيك مثل الموسيقى بعرف ممكن يغني مثلا. اكتبوا لنا اراءكم بالتعليقات. لا بالحق يمكن يغني معناها مش يموه مش ما تسمعوش ولا مش يضيع الخطوات نتاعه ولا يمكن يخدم لك موسيقى باش يضيع لك الخطوات نتاعه وقت يهرب مثلا. تحية لخونا كيف جو جيمز يعطي الصحة والله العظيم يعطي الصحة كيف لا مشترك في القناة الأخرى أي تستاهل اشتراك. تحية ليك خويا كينج اوف جيمز. اوكي هون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسونا اللايك والاشتراك وشكرا شكرا شكرا لكم. راح نحط لكم رابط الوصف نتاع الفيديو الأصلاني ونحط لكم رابط قناة أخونا كينج اوف جيم. الله يسعدكم الدنيا وآخرة شباب لا تنسونا اللايك والاشتراك وإن شاء الله على قريب باش نعملوا لكم برشا هدايا وبرشا جيف ويز. فقط شويه صبر وكاو يا شباب. الله يسعدكم دنيا واخره لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. اشوفكم في امان الله مع السلامه.